Since taking office, President Abdel Fattah al-Sisi has reinstated Egypt's African identity to its national priority. منذ أن تولى الرئاسة فقد كان حريصاً. A major partner is South Africa. A nation that shares with Egypt شريك أساسي لمصر وجنوب أفريقيا. To safeguard African interests. On that note, we welcome tonight His Excellency President Jacob Zuma, the President of the Republic of South Africa, who is in Egypt. نود أن نرحب اليوم بالسيد زوما رئيس جنوب أفريقيا. نحن سعداء أن تكون سيادتك معنا هنا في مصر ومعنا اليوم على قناة النيل الدولية وكذلك على التلفزيون المصري. يسعدني أن أكون موجودا معكم هنا في مصر ومعكم، أنا سعيد للغاية. ليست هذه المرة الأولى لك في مصر، ليس كذلك؟ لقد كنت هنا عدة مرات من قبل كرئيس وقبل رئاستك كذلك جنوب أفريقيا. نعم، ليست المرة الأولى لزيارة مصر، ولكنني دون شك هنا بعد لأول مرة بعد هذه التغييرات الجديدة في مصر وبعد الإدارة الجديدة الموجودة في مصر. دعني أعود للوراء قليلا وأقول أول رئيس، أول لقاء لكم مع سيادة الرئيس، أعتقد ما لم أكن مخطئا كان في سبتمبر من العام الماضي أول لقاء لسيادتكم مع الرئيس السيسي أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة. ما كانت توقعاتكم قبل الاجتماع بالرئيس السيسي، وما هو انطباعكم بعد الاجتماع به؟ حسنا، قبل اللقاء مع الرئيس السيسي كما تعرفون changes and activities. فكان هناك بعض التغييرات والتطورات التي تتم بمصر. We had brought about the elections. كان هناك مثل الانتخابات التي تمت والتي أدت إلى وصول مرسي حينئذ كرئيس للجمهورية. بعد ذلك كان هناك بعض التطورات الأخرى التي ربما قد بدت لبعضنا الذي يؤمن بالديمقراطية أنه هو الرئيس المنتخب، وبدا حينئذ أن الجيش يتدخل في الأمر، وكان الأمر مثير للاهتمام في مصر. وكان من المهم أن ألتقي بالرئيس الجديد الرئيس السيسي كي أعرف المزيد عن الأمر، وبالطبع قام من يفهمون الكثير عن تاريخ مصر بشرح ما حدث لنا في جنوب أفريقيا. حينئذ كان هناك فكرة قد تكونت بذهني عن الوضع في مصر، وحين التقيت برئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة تبادلنا الرؤى والآراء، وحينئذ أدركت أنه بالفعل لديه رؤية معينة عن ما حدث، وقد قدم هذه الرؤية وتحدث عن آرائه، وبدا لي أنه شخص مهتم بمصر ومهتم بأن تحدث مصر تغييرا حقيقيا. الرئيس السيسي بدا لي حينئذ أنه شخص وطني يهتم بالشعب المصري وبإحداث تطورات حقيقية في مصر. كان يدرك أن الشعب ليس سعيدا بما يحدث حينئذ في ذلك الوقت. رئيس السيسي جاء من الجيش، والجيش كان له موقف حيادي لفترة طويلة هنا في مصر. كان هناك حاجة للتدخل، شعر حينئذ أن هناك حاجة للتدخل بسبب المشكلات الموجودة وبسبب المشكلات التي نتجت عن عدم الشعور بالأمان لدى الناس، وحينئذ كان هناك حاجة لمثل هذا التدخل لإعادة السلام والاستقرار. استمعت إليه وبدا لي أنه شخص يفهم جيدا ما الذي يقوم به، وأن هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الأمر، هي أساسا نابعة من المشكلات التي كان يمر بها الشعب المصري في ذلك الوقت. وقد تقبلت هذا الأمر بشكل كبير، وقد التقيت برئيس السيسي عدة مرات بعد ذلك، واليوم حضرت بفرصة الاجتماع معه واللقاء به وإجراء محادثات عميقة معه، وأصبح الأمر واضحا بشكل جلي بالنسبة لي أنه شخص لم يصل لهذا لأنه كان طامعا في السلطة على الإطلاق، بل جاء لأنه شعر أن شعبه بحاجة إلى التغيير، تغييرا للأوضاع، تغييرا إلى الأفضل، تغييرا للشعب المصري لوضع أفضل مما كان عليه. لذا قام بمساعدة مصر بدرجة معينة للوصول إلى رؤية أفضل ووضع أفضل.
كان حريصا على أن تبقى مصر متمتعة بموقعها الاستراتيجي وموقفها الاستراتيجي. فنحن ندرك جيدا أن مصر لها موقع استراتيجي داخل القارة وفي منطقتها، فكان من المهم أن تحافظ مصر على هذا الأمر. كان من المهم كذلك أن يتأكد أن الشعب المصري يتمتع بعدالة وتساوي في المعاملة. كانت هناك مشكلات خاصة بالاهتمام بفئة دون الأخرى وما إلى ذلك، وتلك القضايا المتعلقة بالنواحي الدينية في ذلك الوقت، والاهتمام بفئة معينة على حساب الأخرى أو جانب على حساب آخر. هذا أدى إلى كثير من المشكلات. بالنسبة لي أنا أفهم هذا الأمر جيدا، لقد جئت من دولة من جنوب أفريقيا التي لم تعاني فقط من فكرة الأديان المختلفة وتميز دين على الآخر، ولكننا حتى ورغم أننا دولة مسيحية فكان هناك كنيسة واحدة دونا عن الكنائس الأخرى تعامل وكأنها مهداة من الله، وأنه لا يوجد أهمية لأي كنائس أخرى. ومن هنا كانت جنوب أفريقيا تعاني من نوع معين من أنواع الأديان أو دين معين كان مفترض أنه يتم معالجته بشكل معين من أجل دعم ومناصرة الفصل العنصري والتمييز العنصري. إذن كنت أفهم جيدا الموقف وطبيعة الموقف في مصر. سيادة الرئيس، أحد الأمور التي ربما قد ضايقت أو أزعجت، إذا كان يمكن أستخدم هذا التعبير، ضايقت أو أزعجت أغلبية المصريين، هو ذلك الانطباع الذي تم تصويره أن الجيش تدخل في الأمر، خاصة أخذا في الاعتبار بعد خروج الملايين إلى الشوارع متظاهرين ضد النظام السابق الذي تحدثت عنه سيادتكم للتو، وهذا لم يتم أخذه في الاعتبار. لم يتم الأخذ في الاعتبار أن هناك مطالب لملايين الناس التي خرجت إلى الشوارع مطالبة بالتخلص من هذا النظام الذي كان يستبعد بعض الفئات على حساب فئات أخرى. أدرك جيدا أن جنوب أفريقيا قد عانت لفترات طويلة من مفهوم الفصل والاستبعاد. It was a kind of calming. كان من المهم أن نسمعكم تقولون أنكم أدركتم ما الذي تم وأن هذا له تأثير يهدئ كثيرا من الشعب المصري، ولكن فكرة تدخل الجيش هذا المفهوم ليس مقبول من قبل أغلبية المصريين هنا، خاصة أخذا في الاعتبار أنه كان هناك انتخابات ربما قد تم وصفها من قبل منظمات دولية أنها انتخابات نزيهة وحرة وحظى بشعبية وأغلبية صاحبة. إذا نظرنا للأمر عن بعد أو من مكان بعيد يبدو في واقع الأمر وكأن الجيش بالفعل قد تدخل في الأمر. إذا نظرنا للأمر من بعيد أو لأي شخص ينظر من بعيد قد يأخذ مثل هذا الانطباع أن الجيش قد تدخل في الحكم، ولكن كما ذكرت من قبل فإن بعض الناس نجحوا في توضيح الأمر أن المصريين كانوا يرغبون في حماية ثقافتهم وطبيعتهم المسالمة وما إلى ذلك. وصلنا أو كان هناك تفسيرا عميقا أدركناه أنه أوضح لنا أن الشعب المصري، أن الأغلبية العظمى من الشعب المصري لم تكن تفضل على الإطلاق هذا النظام الذي كان يفصل بين فئات الشعب، وأن الناس شعروا بأنهم يريدون التخلص من هذا النظام، وكان الجيش عليه التدخل من أجل مساعدة المصريين. كثير من المصريين طلبوا الجيش بالتدخل، وإلا فكانت البلاد سوف تدخل في مجتمع تسوده العداوة ويسوده الانقسام. لذا كان على الجيش أن يدخل في هذا الأمر مرة أخرى. هذا الأمر
وضح جليا بالنسبة لنا الآن، وأصبحنا نفهم هذا الأمر بشكل جيد وتفهمنا بشكل جيد الوضع في البلاد في ذلك الوقت. وهذا الأمر قد ربما تكرر في دول أخرى، أن يكون لدى الناس مفهوم معين ويتغير بعد ذلك، وكان هناك خوف أن تكون هناك كثير من المشكلات في مصر، ولكن الآن أصبح هناك تقديرا كبيرا لمثل هذا التفسير ومثل هذا التوضيح. ومصر بالفعل الآن تسير على مسار الاستقرار والسلام بشكل جيد. كان هناك توضيحا مفصلا لتاريخ الجيش هنا في مصر، وأن الجيش دائما ما كان حياديا سواء بالنسبة للأفراد أو الأحزاب السياسية أو كل الأطراف المختلفة، دائما ما كان الجيش يحرص على مصلحة الشعب المصري ليس إلا بطريقة تجعله لا يأخذ جانبا على حساب الآخر على الإطلاق. فهو لم يأخذ هذا الجانب ضد هذا الجانب أو لم يساند أي أيديولوجية ضد أخرى، ولكن الجيش كان حريصا على خدمة مصلحة المصريين ليس إلا. هذا الأمر أصبح واضحا وجليا بالنسبة لنا. بالنسبة لهدف هذه الزيارة، زيارة سيادتكم هنا لمصر، هل هي لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية وكذلك الدخول في تداعيم العلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع مصر؟ أود أن أسمع بعضا من التوضيح من سيادتكم بشأن هذا الأمر. علاقات بين مصر وجنوب أفريقيا تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي. هذه العلاقات عانت بعض المشكلات بعد عام 52 أو بعد الثورة التي قامت التي كانت موجودة في ذلك الوقت، حتى وصلنا إلى هذه النتائج الموجودة سنة 1994 بعد أن تمكنتم من القضاء على نظام الفصل العنصري لديكم في جنوب أفريقيا، وكان هذا أمر رائعا. إذن بعد 1994 كان هناك إعادة للتواصل مرة أخرى، وكنت أنا على يعني من الناس الذين يفكرون أن هذه العلاقات سوف تتوطد بشكل كبير وسوف تصبح علاقات أكثر عمقا بين مصر وبين جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وقضايا الأخرى كذلك. هل أنتم تشعرون بالرضا بطبيعة العلاقات الموجودة حاليا بين مصر وجنوب أفريقيا؟ حسنا، تاريخيا كما ذكرت للتو وشرحت للتو، فقد كنا نتمتع بعلاقات تاريخية طيبة للغاية مع مصر، ودون شك بعد 1994 كنا نريد دعم العلاقات مع مصر بشكل أكبر، وعملنا بجد في كثير من المجالات سواء كانت متعلقة بالقارة أو قضايا أخرى ذات اهتمام بالنسبة للبلدين. كذلك قمنا باتخاذ قرارات واعية للغاية وقوية من أجل دعم ودفع وتطوير علاقاتي مع مصر. هذا أدى مثلا إلى زيارتي هنا لمصر من أجل مناقشة مثل هذه الاحتياجات من أجل التطوير ودفع علاقاتي مع مصر. ولكنهم تدركون كذلك أنه بعد فترة قصيرة من زيارتي لمصر حينئذ اندلعت بعض المشكلات. حينئذ كان الرئيس مبارك يحتل منصب الرئيس، وكان هناك بعض الأزمات في مصر، وكانت فترة فيها بعض الأزمات مرت بمصر بعد ذلك الوقت، ربما نشأت من ما يطلق عليه الربيع، لا أعرف إذا كان فعلا ربيع عربي أم خريف عربي، لم نشعر أبدا أنه كان ربيعا على الإطلاق، دائما ما يكون الربيع مثمرا وأكثر راحة كما تعرف. أعتقد أن هذا أدى بمصر أنه على الرغم من وجود مثل هذه الاتفاقيات التي توصلت إليها جنوب أفريقيا مع مصر، فقد وصلنا لكثير من الاتفاقيات، ولكن بسبب هذه الأنشطة وبسبب هذه التغييرات وهذه الأزمات تمر بها مصر، لم يكن من السهل أن نقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات كما كنا نخطط. والآن بعد أن عادت مصر إلى موقعها الأساسي إلى موقعها، فقد كان من المهم جدا أن نستعيد هذه العلاقات مع مصر مرة أخرى.
أخرى وأن نعترف هنا طبعا بأهمية مصر في القارة ليس فقط في القارة الأفريقية ولكن كذلك في هذه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ودورها الرائد في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية فمصر هي من بين الاقتصاديات الرائدة في قارة أفريقيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا فجنوب أفريقيا كذلك دولة قوية والروابط بين مصر وجنوب أفريقيا كدولتان قويتان كان مهم للغاية إذن كان من المهم أن ندعم هذا الأمر ندعم العلاقات بين مصر وبين جنوب أفريقيا والسياسة وكذلك كان من المهم أن نتفاهم سياسات الحكومة الجديدة وكي نتيقن من بعض الأمور وأن نعمل بعد ذلك على تدعيم هذه العلاقات ورفعها وتطويرها إذن هل أنتم الآن واثقون من موقف الحكومة الجديدة؟ نعم موقف الحكومة الجديدة واضح وجلي بشكل كبير وكان اجتماعاتنا اليوم اجتماعات مثمرة للغاية ناقشنا كثير من القضايا منها مثلا العلاقات الثنائية بين البلدين واتخذنا كثير من القرارات المهمة من أجل إعادة دفع وتدعيم العلاقات وتفعيل العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا وجعلها تسير بنحو جيد حيث سوف يكون هناك تقارير مستمرة ودائمة بشأن هذا الأمر سوف يكون هناك لجنة وطنية تنظر في هذه القضايا التي يجب التعامل معها وسوف يتم تبادل الأحاديث والمناقشات بين المسؤولين من كلا الدولتين وكان هذا مهم أن أخذ الأمر على الجانب الوزاري بشكل جيد وبشكل في اهتمام كبير وكذلك أن نناقش القضايا الإقليمية التي تؤثر على أفريقيا وتؤثر كذلك على الشرق الأوسط وعلى أمن هاتين المنطقتين وأن نفكر ما الذي يمكن أن نقوم به نحن بحاجة إلى تبادل الآراء بشكل أكثر قربا وأكثر اهتماما وقد ناقشنا قضايا مهمة مثل منطقة ما يحدث في شمال أفريقيا ما يحدث في ليبيا هذه المنطقة الساخنة وكذلك تضمنت المناقشات المنطقة بأسرها الجزائر التي أثرت بشكل كبير بما يحدث في ليبيا وتونس ومالي والنيجر وتشاد الكثير من الدول كثير من الدول التي تأثرت ما يحدث في ليبيا كيف يمكن للدولتين أن يتعاونا بعضهم البعض مصر وجنوب أفريقيا يمكنهم أن يتعاونا من خلال الاجتماع وتبادل الآراء والأفكار وأن يكونوا من ناحية معنا الجامعة العربية ومعنا كذلك الاتحاد الأفريقي وأخذ في الاعتبار موقع مصر وموقف مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن نناقش هذه القضايا جميعا وأن نؤثر على المسار العام للحلول التي نريدها جميعا نحن متفقون على كل القضايا وكل الموضوعات في ذلك الموقف الفلسطيني ويجب أن يحدث هناك في الأرض الفلسطينية هذا مهم من الأهمية في المكان مصر وجنوب أفريقيا أن يتبادل الآراء والأفكار وأن يجمع آرائهما وأفكارهما وأن يعرف ما الذي يمكن أن يقوم به في المستقبل وكيف يمكن لنا كدول في قارة الأفريقية أن نتعامل مع المشكلات الأفريقية وأن نجد حلولا أفريقية لهذه المشكلات الأفريقية وكيف يمكننا أن ندري أن وكيف يمكننا أن نقنع الدول الأخرى أنها إذا أرادت الانضمام إلينا فيمكنها أن تفعل ذلك إذا كانت لها رؤية مشتركة إذا مصر وجنوب أفريقيا اتفقت أن لهما دورا يجب أن يلعبانه وأن هذا الدور يجب أن يلعبانه مع بعضهم البعض وأنهم يجب أن يهتم بهذا الدور بشكل جيد وأن هناك برامج يمكن يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا شعرنا بأهمية هذا الأمر واهتممنا به بشكل كبير هذه اللحظة المناسبة كي تعمل مصر وجنوب أفريقيا مع بعضهم البعض فيما يتعلق بالنواحي الاستراتيجية أحد النقاط أو أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر حاليا هو الإرهاب من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب الإرهاب أولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني وهذه المعركة الدائرة اليوم مثلا قتل 15 جندي مصريا في سيناء وكان هناك مدنيون كذلك لقوا حتفهم
On the terrorism. إذن بالنسبة للإرهاب وقضايا المتعلقة بالإرهاب. How did it come out today in the meeting? هل قمتم بمناقشة هذا الأمر اليوم؟ هل سوف يكون هناك تعاونا بين مصر وجنوب أفريقيا؟ هل هناك منهج للتعاون اتفقتم عليه مع الرئيس؟ هل سوف يتم التعاون على هذا الأمر على مستوى الوزاري أم على مستوى أعلى من هذا؟ ما هو مستوى التعاون فيما بين مصر وجنوب أفريقيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟ لقد اتفقنا جميعا أننا ضد الإرهاب. اتفقنا كذلك أن هناك موضوعات معينة يجب أن يتم أخذها أو تناولها على المستوى الوزاري، مما فيها مثلا التعاون العسكري الذي يجب أن يتم تدعيمه وتقويته. بالطبع لا يمكن هنا أن نناقش تفاصيل هذا الأمر. هذه القضايا قد تم الاهتمام بها وإحالتها للوزراء المختصين من أجل أن يقوموا ببلورة ما توصلنا إليه وكيف سوف يتم تنفيذ هذه الأفكار كأهداف خاصة بمكافحة الإرهاب سواء في القارة أو في أي مكان آخر. بالطبع سوف ننظر إلى النماذج المختلفة في أفريقيا. هناك كثير من الصعوبات في الأماكن المختلفة. المشكلة ما الذي يمكن أن نقوم به؟ كيف يمكننا التعامل مع هذه المشكلة؟ وما نقوله نحن هنا هو أننا بحاجة إلى أن نخلق منصة يمكننا من خلالها تبادل الأفكار والآراء وفي محاولة تنسيق البرامج كي يتم تقديمها للآخرين كذلك من خلال مصر وجنوب أفريقيا. كيف يمكننا أن نعمل بعضنا البعض كي نقدم نموذجا للدول الأخرى أننا يمكن أن نتعاون ونعمل بعضنا البعض. إذن اتخذنا قرار ليس فقط أن ننظر للمشكلات ونتمنى أن يتم حلها من الخارج أو يتم علاجها من شخص يأتي من الخارج، ولكن أن نفكر ما الذي يمكن أن نقوم به كقادة لهذه المنطقة. إذا حاولت أن أصل هنا إلى عنوان رئيسي أقول أن مصر وجنوب أفريقيا سوف يقودان الوصول لحلول للمشكلات الخاصة بأفريقيا. بالطبع هذا أمر نرحب به كثيرا. أنت تقول أن مصر دائما ما نقول مصر وجنوب أفريقيا سوف يفرضان نفسهما على أفريقيا، لا أقول فرض أنفسهما، سأقول ريادة أو قيادة. لا، هاتين الدولتين قد اتفقتا على العمل مع بعضهما البعض من أجل مناقشة مشكلات القارة وأن يقوم بالمبادرات المطلوبة كي يكون جزءا مما يحدث حتى وإن كان لهما حجما وتأثيرا. فهناك دورا يجب أن يلعبانه لتأثير أو لإحداث هذا التغيير المطلوب، وإلا فلتصل إلى عنوان آخر. إذا اتفقت عليه فإنه عنوان يأتي إضعه الرئيس، فكيف لي أن أعترض عليه؟ You've talked about military cooperation. لقد تحدثت عن التعاون العسكري. I would be very interested to know. أود أن أعرف موقف جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالعمليات الحالية التي تقوم بها قوات التحالف ضد الحوثيين في اليمن. كما تعرف هذا موضوع أو قضية أو مشكلة في منطقة الشرق الأوسط، ولا أعتقد أنني مؤهل أن أدخل في تفصيلات خاصة بهذا الأمر. ولكن ما نشعر بقلق إزائه هو معاناة الفقراء ربما هناك أو من يعانون من ويلات الحرب التي قد تكون موجودة هناك. الحل العسكري ليس الحل الوحيد لعلاج القضايا والمشكلات. يتم التوصل أو استخدام الحل العسكري لرفض البعض الدخول في المناقشات والمفاوضات، ولكن يجب أن نفكر، لأنه بعد كثير من الدمار يعود الناس مرة أخرى أو تعود الأطراف مرة أخرى للمناقشة وتفاوض. أحيانا ما تكون هناك هذه المصادمات موجودة وهذا يؤثر سلبا بشكل كبير. يجب أن نحاول إيجاد حل لحل هذه الأزمة. لا أعتقد أني مؤهل للحديث عن ما يحدث في اليمن الآن. أعتقد أننا بحاجة إلى إنهاء الصراع هناك وإيجاد حل للمشكلة في اليمن. دعني أسألك من هذه النقطة وتحدث عن موقف جنوب أفريقيا فيما يتعلق بمحاولة مصر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن. لقد ذكرت أن كلا الدولتين قد اتفقتا على أن يكون بينهما مبادرات وأن يبادر بحل كثير من القضايا والمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية.
Would South Africa support هل جنوب أفريقيا يمكن أن تدعم مصر في طلبها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن؟ لقد دعمنا دول مثل مصر من قبل، لا يوجد شك على الإطلاق. أنا دائما ما نريد دولة قوية أن تكون في هذا المقعد غير الدائم بمجلس الأمن، وسوف ندعم مصر في هذا الصدد. كان هناك مناقشة بشأن هذا الأمر ليس فقط للغرض الخاص بالعضو غير الدائم، ولكن فكرة التحول، تحول الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل خاص. واتفقنا على أن يكون فيما بيننا مشاورات، وأن نتفق على أن يكون بيننا مواقف موحدة خاصة بالنسبة لقضايا القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية. كيف يمكننا التعامل مع هذه القضايا، وكيف يمكننا أن ندفع بالأمر قدما؟ واتفقنا على أن يكون فيما بيننا مشاورات واتفاق على موقف موحدة بشأن هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالتحول المطلوب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل خاص، ولكن بشكل عام دون شك ندعم مصر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن. هذا فيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة هذه المنظمة الدولية. ودون شك هناك عدد من القضايا الخاصة بالتنمية تمثل تحديا للقارة الأفريقية. نيباد مثلا هي أحدى المبادرات التي جمعت عددا من الدول من أجل مخاطبة عدة تحديات بأفريقيا. هل تشعرون أن هناك تقدما محرزا في هذا الإطار؟ نعم دون شك، لقد عملنا مع مصر فيما يتعلق بقضية نيبال لفترة طويلة، مصر والجزائر ونيجيريا، إثيوبيا، جنوب أفريقيا، وحتى قبل ذلك كانت ليبيا جزءا من هذا الأمر. إذن لدينا خبرة خاصة بالتعاون بعضنا البعض، ونيباد ومبادرة نيباد نمت وتطورت بشكل كبير، ونحن كدول أفريقية انتقلنا من تفاهم نيباد. نيباد كان يقول فلدعونا نبتعد عن أن نكون مجرد دول تستجدي الدعم من دول الأخرى، وأن نجتمع مع بعضنا البعض، وأن نرى ما نحن بحاجة إليه، وأن نتوجه لمن هم في نفس مستوانا أو من هم في موقف مشابه أو مماثل، لأن هذا التفكير نما في القارة بشكل كبير. ونحن الآن وصلنا إلى مستوى أن أفريقيا قد اتفقت أن تبدأ العمل على التجارة البينية بين الدول الأفريقية. مثلا هناك ثلاثة مناطق قررت أن تجتمع مع بعضها البعض أو تتعاون مع بعضها البعض، مثلا أن يتم يكون هناك تبادل تجاري بين جنوب أفريقيا ومصر، بين كيب تاون وبين القاهرة، أن يكون هناك سوق مشترك يكون فيه نوع من أنواع التكامل. هذا هو ما تحدث عنه أفريقيا، نحن بحاجة إلى أن نتكامل، أن يكون هناك تكاملا بين المناطق الاقتصادية المختلفة، وبالطبع أن يكون هناك كذلك تعاونا بين الدول الأخرى ليس فقط مصر وجنوب أفريقيا. ولكننا تقدمنا وأحرزنا تقدما وقلنا أننا بحاجة إلى دعم البنية التحتية، لأنه دون البنية التحتية لن نحقق أي شيء. حتى وإن أردنا النجاح فلن نحقق النجاح ما لم يكن هناك بنية تحتية تساعد هذا الأمر. تعرف الممر الجنوبي، يتم دعمه. هذا كله معناه أننا انتقلنا من مجرد تفكير في إطار النيباد. النيباد خلقت لنا هذا الهيكل، الذي يساعدنا الآن على التعامل مع مشروعات اقتصادية متوسعة بشكل كبير بين دولتين. فيما يتعلق بالقاهرة وكيب تاون أو الطريق بين كيب تاون والقاهرة، ربما هذا حلما أو رؤية
تتبادر الإذهان بين حين وآخر. هناك هل هناك عقبات تواجه هذا المشروع؟ وهل تشعرون أنه في ظل هذا النظام الجديد الموجود بمصر يمكن لهذا المشروع أن يرى النور وأن يتم تنفيذه قريبا؟ لا يوجد أي عقبات تواجه هذا الأمر. أعتقد أن النيباد لديها هياكل معينة. النيباد هي أداة، هي أداة تعمل تحت الاتحاد الأفريقي. وقلت أن هذه الدول الأفريقية تعمل مع بعضها البعض دول أعضاء في النيباد. وحاليا السنغال تقوم برئاسة النيباد. ولكن هناك ذلك رؤساء الدول، رؤساء الدول الذين منحوا الفرصة لتناول قضايا البنية التحتية. مثلا أنا مسؤول عن الممر الجنوبي، وفي كل قمة يتم تقديم تقريرا عن تطورات البنية التحتية التي أو مشروعات البنية التحتية التي نقوم بها، وهناك تقارير بشأن هذا الأمر يتم تقديمها في كل قمة بشكل دوري بشأن التطور والتقدم في هذا المجال. إذن لا يوجد أي عقبات، يسير الأمر بنحو سريع، وهناك متابعة مستمرة للتطور المحرز. هناك بعض المشروعات بالطبع لا تسير نفس قوة مشروعات أخرى، هناك مشروعات تسير بنحو سريع وأخرى لا. إذن العملية تسير على نحو جيد فيما يتعلق بالممر الجنوبي والممر الشمالي، وهذا سوف يشمل خط سكة حديد وطرق برية، والممر سوف يعمل بشكل جيد، لا يوجد أي صعوبات. ولكن كل ما أقوله أن النيباد ليست مجرد اسما، النيباد الآن لديها مشروعات حقيقية واقعية على أرض الواقع. هناك مثلا جانب خاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقوده دولة مثل رواندا مثلا، إذا لا يوجد أي صعوبات. كل دولة مسؤولة عن جانب من جانب هذه التطورات وهذه البنية التحتية. ولكن هذه الممرات كذلك نتحدث عنها تربط بين مصر وجنوب إفريقيا. إذا تحدثنا عن طريق بين كيب تاون للقاهرة أو القاهرة لكيب تاون، فهذه بعض الأشياء الموجودة، نماذج الأمور التي يمكن أن تساعد على زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين. وفي هذا الإطار ذكرنا هذا الأمر، الأنشطة الاقتصادية أو التبادل الاقتصادي رأينا أرقام متواضعة بشأن التعاون بين الدولتين. هل كان هناك مناقشات بشأن هذا الأمر، كيف يمكن تعزيزه وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا وجعل الأمر أكثر جاذبية للقطاع الخاص؟ نحن نقوم بتنشيط اللجنة الثنائية التي تقوم بالتعامل مع هذه القضايا، وقد ناقشنا هذا الأمر اليوم، وقد اتفقنا على هذا الأمر، وطلبنا من الوزراء المعنيين أن يبدأ في المناقشات والترابط. لقد اتفقنا إلى اتفاقية، قلنا أن وصلنا إلى اتفاقيات، الاتفاقيات لم يتم تفعيلها، قررنا اليوم يتم تفعيل هذه الاتفاقيات. سوف يقوم بتقديم التقارير لرؤساء الدول الخاصة بالمتابعة بهذا الأمر. نعم، هذه ما تقوم به هذه اللجنة أو المفوضية. هذه المفوضية سوف تقوم باجتماعها الأول هنا في مصر، وسوف يكون هناك تمثيل للأطراف المعنية المختلفة، والاجتماع التالي سوف يكون في جنوب أفريقيا. هذا الاجتماع سوف يتم بشكل سنوي. إذن هذا نوع من أنواع التقرير، هذا هو التقرير الذي سوف يتم. ولكن قلنا أنه حتى قبل اجتماعات هذه المفوضية فإن يجب أن نعرف ما الذي يحدث. شكرا جزيلا، أخذت وقتا طويلا من وقت سيادتكم الثمين. شكرا جزيلا سيد زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، شكرا لكم. شكرا. Certainly seems there is a new spirit. يبدو دون شك أن هناك روح جديدة في أفريقيا، روح التعاون. روح التعاون، وهذه هي مصر الجديدة نطلع إليها. شكرا لكم. أيمن صلاح، شكرا لكم.